السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. هذه الأطباق التي اخترتها لعزومتي. اخترت أطباق صيفية سهلة التحضير. الطبق الأول السمك المشوي في الفرن، والطبق الثاني داونت بالدجاج، والطبق الأخير الثالث الجمبري بصوص الطماطم. وصفة الطبق الأول، نحضر سمكة سيمبيغ، وبالعربي سمكة بصمة سيدنا سليمان. بطاطا، طماطم، فلفل، جزر، بصل، جمبري، التوابل، زعتر، ثوم، كمون. توابل السمك، كزبرة، فلفل أسود، ملح. نقوم بتتبيل السمك. ثم نضيف القليل من الزبدة، بعد ما نكمل تتبيلها نضعها في الصينية مع البطاطا والخضر. وهذا الشكل النهائي. الطبق الثاني داونت الدجاج، ملعقتين فتت الخبز، نصف بصلة، التوابل زنجبيل، ملح، كزبر. نحضر كيس الحلويات وورق الزبدة، ثم نبدأ بتشكيل داونت. بعدما نشكل الدونت نتركها في الثلاجة لمدة ساعتين. بعد مرور ساعتين نقليها في الزيت مع بيض وفتات الخبز والطحين.
وهذا الشكل النهائي للدونت. الطبق الأخير للجمبري. نطهي صوص الطماطم ونضيف إليها الكزبرة ونتركها حتى تخثر، ثم نضيف عليها الجمبري ونتركه يطهى لدقائق ثم ننتهي. وهذا الشكل النهائي. فترة ممتعة. سلاماتي لكم.